كيف ديما انا المشيات ديالي كيجيو سبحان الله للزربه. والمهم كنا كنحاولوا نقطعوا البيه البارح ما قطعش، شوفوا شنو باقي كنشوف الماكانه باقي كاع ما جاتنا الماكانه ديال الكاس. المهم مشيت 15 يوم المغرب ونجي ونلقاها تركبات صافي. دونك اش كنت كنقول لكم، المشيات ديالي سبحان الله كيجيو بالزربه، واخا كنبغي زعما نخطط لهم قبل وهذا ياك مخططه نمشي، ولكن ما درتش مشي قطعت البيه قبل وبديت نوجد. اليوم غنقطع البيه، البارح غنقطع البيه على اساس من هنا 3 ايام ما كاينش ما كاينش ما كاينش، وعارف صاحبتي غد بعد غدا. دونك في اخر لحظه كنت باغا نقطع ديال زعما ديال غدا في الليل باش نوصل في الليل هكا ونرتاح، ولا نوصل مع ديك 3 الصباح لهذا وغد لي نمشي، وزعما غيبقى ليا البارح واليوم باش نجد وغدا النهار كامل ونركب في الليل. ثاني دولاب طفات كازل صافي قلت ليكم. المهم صافي في اخر لحظه البيه مبغاش يتقطع لينا، هادي ما لقيتش البيه مقاد كتاب البيه ديال اليوم مع 11 ديال الليل من اسطنبول. قطعت بيه من هنايا، حنا فين؟ من ازمير لاسطنبول مع 10:30 ديال الليل. في اللحظه هادشي من الصباح حنا مضاربين مع البيه، حتى مشات في الاخر كنزار اجونس في المعارف في المغرب دغيا قطعت ليا في الدقيقه. قلت لهم الصباح حنا نديرو عاتي نسيت شي ما بغاش يوقع. المهم فاخ صافي دابا غادي نديرو تمام بطرفته نيوري كذا باك بروسيه كان ها buradan giderim. O çok döndürüyor ama akım. Tamam. Sağ bu da döndürüyor ama hadi neyse. Siz şurada واو يا البنات هذا شحال كحمق، خديت الزرابي خديت لها جوج ونوريهم لكم، خاصني نديرهم في باليزا اصغر راه كيتطواو ما يبقاوش بحال هكا كبار. عرفتوا هذا كان توحم عليه التوت الاسود الشربه ديالو مع الثلج. واو شحال بنين راجلي خدا حب ديال سميتو خدا كيوي كيوي تشيليك كيوي تشيليك الفريز والكيوي مخلط. ايوا غنمشيو ناخدو مات من المدرسة دابا ونجيبو حتى هو ياكل هذا، ما كنديروش ليه هو فيه التلج، كيلوحو ليه تليجة صغيوة. ايوا وصافي موراها غنمشيو نوصلو عند دوستي ندوز معاه شوية وقيته هكا ونحطو عند دوستي ونشدو الطريق ان شاء الله للمطار. مات شوفوا شنو صايب مات في المدرسه، كل نهار كيجيب لي حاجه جديده. لا مات غنبوس غنتوحشك غنوحشك انا غنوحشك ابي ما نجيش بعثك بوسه. بابيشكم عنيشكم ابي عنيشكم بابيشكم بدا بداية نقطن يا نقطن في الجو حبيبي 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 نبوس تاعنا بندا بندا أحلى خويتي أحلى 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 خويتي مريم لي غبوس ما تغنيش دابا حنا غادي على دوس هذا هيك كمان يجيك سنونو هيك كمان هيك كمان يجيك شنو بابا نيجا
نحن وصلنا وصلنا في ساعه دغيا 60 كيلومتر باقي ساعتين طيح على ساعتين ونص. انا ما عنديش الباجاج، ما غندفع على باجاج لا والو، غنمشي غندخل نيش. زيدوكم هادي توصلني ايميل الطياره نورمالمون مع 11 ديال الليل غتوصل مع 4:30 ديال الصباح المغرب. غتطلعوا لي بين 7:30 ديال الصباح تونا ديكسكوز مع شنو جايني حتى الدقيقه 90 وكنت اكسكوز عليا شنو نقول. قد حاجه خاص 24 ساعه قبل ولا يعني ولا نص ديال 24 ساعه 12 ساعه قبل الفلم. ماشي بقيت الطياره بقى لها 3 السوايع تجي تقول لي انت تلغات غدا. تخيلوا يعني غنصدق نورمالمون حيت غنزل عندي ساعه ونص وغرك في الطياره اخرى. دابا غنزل مع 12 الليل في اسطنبول ونبقى نتسنى حتى 7:30 ديال الصباح في المطار. هدرك نخرج يضربني البرد ديال اسطنبول شويه عييت 3 الصباح خرجت من الدار مع 6 العشيه نخرج يضربني البرد نشم هوا ريحه اسطنبول نشم هوا تخنقت نصبح وانا من قهوه لقهوه من كافي لكافي ونتحدث معاكم شويه. انا ما عرفتش راسي فين غادا حسقت راسي شدني حمالي هذا حاشاكم غادة سارحة خرجت من المطار غادة نيشان غادة غير نيشان وإلا مشيت من هنا كاين واحد الدروج ناوي زعما نوض كنشوف هنا هنا لتحت الناس اللي جايين اللي غيخرجوا غيديهم إلا مشيت راسي ورجع استغفر الله يدفع الباليزه ويدفع التليفون داك الشيء علاش ما درتش يد على فيه. ويا لله سبحان الخالق سبحان ربي سبحان مدبر الامور سبحان ميسر الامور ومسير الامور سبحان الله. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قبيله فاش طلع ليا باللي الطياره في اخر لحظه اجلوها بابا اجلوها من 1:30 ديال الليل حتى 7:30 ديال الصباح 6 سوايع ديال الفرق وعالميننا بساعتين ولا سميتو قبل ضرني دراعي قبيله تحصلت يعني ديرونجيت عادي معوله غادي تمشي غتركبي. دابا تقريبا 3:30 غدا 4 كوراني دابا نص ساعه وانا في المغرب بقات نورمالمون كون ركبت كون ما تبدل والو كوراني دابا نص ساعه وانا في المغرب. دابا انا باقا 4:30 اللي خصني نكون في المغرب باقا هنا ويلا غنركب حتى 7:30 ديال المغرب هذا وصلت ل 10:30 المغرب كنت عادي كديرونج تعصبت كرهت يعني هذه القضيه. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهي قولي لي سبحان مدبر الامور اللي من الفوق ما كنقدرش نهضر انا فاش كندير فاش كنكون كنتامل في مخي شتي ملي تشوفوني كنهضر وكنعاود نفس الجملة وهذا عرفوني في مخي كان أنا كنكررها مع راسي هذيك العظمة ديال الله سبحانه وتعالى. يقول لي يا ربي عارف هاد البيلوت غيدير لنا روطار ديال الساعات المكانة وعارفني إلا بقات معانا وحدة صغار فلت الطيارة داكشي علاش تأجلات
واو مريحة ويلا نمشي نعاود ندخل المطار 24 دقيقة في هذا الفيديو كنت بادية لكم وقيلا واحد قبل تقريبا نص ساعة وانا كنت حتت ورا ضربني البرد مزيان ماشي غير ضربني البرد كنحس براسي بردت اسطنبول باردة حقنا ما كناش الكلمات خمس سنين وما محطوطين غير هكا حتى مشينا يزمان عاد ركبناهم ايوا المهم صافي ما نبقاش نصور لكم وقيلا دابا باش غنركب الطياره الثانيه ونوصل حتى نوصل المغرب ونصور لكم باش ما نزيدش نطول الفيديو اكثر بيزو سلامت انا وصلت المغرب حتى 11:00 كنت ديك لا تجي ليا مع 10:00 غادي تكون بقى ساعه كنتسنى ولا كره مشات كاع ولا عرفتش انا خارجه كنزة كونوز كنزة حرقتك الشمس ساعة وقلبتي كتسمع اي كرة بقيتي كتسني في الشموشات شحال من دابا قلت لك جي معنا 10:30 دار طريطار عاوتاني جيت ماركة وقسمي 10 خاصك تنقصي ايوا مزيان تعطلتي دونك تسنيتي لا عرفتك غادا تنزلي مطلة ولكن كنا تخسفو بالحجاج بقيتي تسنى لا انا خرجت من الطيارة اسطنبول ما جيتي كنت غتهبط مع 4:30 ديال الصباح هبطت حتى 11:00 خرجوا ولا مازال اغلبيتهم غيكونوا باقينا في البوليس انا درت واحد العرطة ما عديتش الباكاج ما خديت لا باكاج لا والو لا باقي جيت البوليس بوم شي ثلاثة طيارات اللي نازلين يعني باقي ما عاد غيهزوا الباكاج وانت الكريش يا اختي الكريش دبت دبت ناري عييت عييت يلا نمشي قلت انا كرة كنزة مشات ما غتعرف تمشي سلام اهلا جينا المغرب بديت كسكسو من البارح قلت ايوا عرفتي يلا البارح يلا نقول لك كنزه صايبوا لي كسكسو صايت فكرت اليوم الجمعه غتصايبوا والسيده اللي عندنا يديها ما عرفتش واش يديها بنينه ولا هذا مي ستوريات كنزه فضحتني كل جمعه كنشوف ستوريات ديال كنزه ديال الكسكسو سميت ما كلتها بحال ماما تماما ايوا نمشي ناكل ما كلتها عرفتي كل جمعه كنشوف ستوري ديال الكسكسو ديال كنزه بالحمص والطفايه والخضر وصبع خضاري معسل ومفلك معلك الفلك مفلك خلات حاجه وكل مره كنتشها صافي دابا قلت لها صايبيه يلا كنت غنقول كنزه سميتو نتفكر راه الجمعه دايرينو دايرينو كنعاود ثاني قلت لها قلت لها لا ما يديروش دابا 11:00 غنوصل للدار مع ديك 12:00 ما تسكيش دابا تنوصل للدار يكون سخون عييت عييت خرجت مني هالطيارة ما بقاش نعاود نجي معاها مستحيل هادي الاولى ولا الاخرى هادي التوبة كلشي في الروطار يا كنا غنركبو مع 7:30 ديال الصباح طقنا ما ركبنا حتى 8:30 عاد قلع الطيارة روطار في روطار في روطار يعني انا مخلصه في البيي الميل ديالي الوجبه ما جابوهاش حتى قلت لهم انا تهابطه من الطياره عاد عطاوها لي قلت لك عرفتي هنا ديما كاينش النموذج ديما كيغفل شوفوا ما نديوش علينا عيان عاد تعرف اش كيكون عيان شوف انا قبيله مصوره اليوم فلوق قلت لهم جاي عندك ما شي شويه ما يلا فيق من الناس مقلوبه وانا نضرب ونسكر وانا نقول لهم زيرو بعدا وما ندير يلا فقت من الناس خليني بيتي بدار قلت لها غتباتي برا مع الربع باش ما يمكنش تخرج مع 4:30 ديال الصباح تجي تجيبني قلت لها باتي برا عن صاحبتك ولا شي حد باش تجي تجيبيني ونرجع عند صاحبتك نبات وعاد الغد اللي ندخل معاك كسكسو نيشان يكونوا جالسين كيتغداو ونفاجئهم انا حيت كنتي معاونه على 4:30 وداك الشيء اصلا كنتي في الحنه
ايوا غدا العرس. المهم حق خاصك تمشي تختار التشريع وخاصني نمشي ندير الطفال الشهر. مشيش انا اللي معروضه دابا عند صاحبتي مع الوحده فاش معروض حنا تقول سميتها هي عندها حنا اليوم دابا مع الوحده فين دايره مشيت لديك الثلاثه في الدار فقلت شطح ورديح هي ناكل كسكسو ونجي نشطح معاكم المهم الصالون مناسب معانا ما تصايبليش صح ما عرفت المهم دابا نشوفو ايوا شنو كنا كنقولو نسيت المهم كنا كنهضروا على واحد غتعرفوه في المطار واحد القنيته دايرين فيها واحد القيف ما كتبانش كتبان على البوليس اللي حاطينها وفي ما كدوزي من البياج انتيا كتعرفي البياج غنمشي نعفط لا باش نتناصر راه مغطيه بيدي كدوزي من البياج كتسميتو كيوقفك شحال من مره ديما كيوقفني في ديك البلاصه كتكوني غاده جايبه شي واحد فرحانه هي جايبه راجليه جايبه فكيوقف الغرامه ماليه وهادي القيف كيشوفوها هما ولكن دابا بكثرة ما وقفونا فيها عليها وليت عارفه هي علاش باش بدنا الموضوع كنقول نزار بدي البارا كاين واحد القيف تما ما بيناش تعاوق هذا الشيء تقول لي ها هما فين مخبيين والبوليس المهم كيديروا خدمتهم حتى هما الله يسالي عاش الماك ديال الناس سميتو الطياره ديال ايوا البيلوت ما عرفش يبلاصي ما عرفش يهبط حتى كيدور على طماريس كيعاود يرجع من جيت عند ديال محمد الخامس كيرجع كيدور يعاود يمشي يوصل لبوسكوري يعاود يضرب الدوره يعاود يرجع لطماريس يرجع كيبان لي راسي فوق البحر اليوم غنطيح كيدخل في السحابه كحنا عاد كيتسمع واحد الصوت عرفتي بنادم حنايا مخلوع وجالس حنايا واحد السيد انا ما كنحماش المتشائمين داير بحال الحكام بحال الله ما يشوفش هذا الفيديو المهم ولكن راه قلت لي قلنا لي تبقى ها هو دخل عرفتي مقابل الزاج وكي ها هو دخل صحابك احلى ها هو صحابك احلى خايبه خايبه اش كيدير كيبقى لنا الصحابه خايبه واعره واعره الى دخل فيها كتزمط الموتور ديال الطياره غطيح لليوم غيطيحنا غيطيحنا ها هو دخل صحابه بيضاء ها هو هرب على الصحابه عرفتي بقى هكا والسيده اللي حدايا مسكينه بدات تقفقف جايه من دبي تركيا من تركيا غتهبط المغرب سميتو اسكار تي ولا تشاد وقت كل ميسر ولا تعسر ولا كنقول اللهم باسمك الحفيظ حفظنا هذا دابا واخا ما تبغيش تخاف من فهمكم ولا شكون تخافيش غنوصلو غنهبطو بكل خير باذن الله كوني هانيه تاني خافت كنشوف راه اللي خفنا منه طحنا فيه الا خايفه الطياره طيح ما تبقاش خايفه انها طيح غتهمي جدا والا خايفه من شعب ما باغاش حاجه توقع ما خصكش تخافي منها شوفي غنوصلوا بخير درت انا الطياره كدور الدور تحاول تهرب دايره فيلم ديال الكوميديا انا ودايره ليكيب كنعاونو ما نفوق كنحاول نبقى كالم هذا الحمد لله هبطنا بخير فاش هبط هبط كيدريفتي كندير ويك ويك على الطياره على سلام عمر داود ميام عاوك خاصك تسمعي الطياره كلشي حاقد كلشي تسنى في المطار مع في المطار حتى عندنا ثلاثه السوايع قبل ما الطياره وصلنا للدار كسكسو واحد كسكسو يا مرات كنزا انا هبطت من الطوموبيل قالت لي هنهبط لك هاليس انا غنهرب انا كنخاف في المغرب هبطت من الطوموبيل جريت دخلت دابا لداخل ويلا هاد الباب انا تكريسيت قدامهم مرة ما جوج ما نكذبش عليكم قلت لكم خمسة المرات قدامي صافي تجي كنزة قالت لي لا ما تخافيش
معروف هاد القضيه اللي كيخرج لبرا يجلس عام كيجي المغرب كيبان كيقفق. راه كنجلس واحد شويه كنولف كنتمسال كنشونجاج. المهم هاد الشغل نديرو الفيديو راه وقيله طويله. البارح راه هضرت معاكم شي 17 دقيقه ولا 20 دقيقه. نساليو الفيديو هنا وغنبدا لكم الفيديو فيه بابا خوتي الكسكسو وغنمشي لورا الحمام ضروري خاصة نتحم حلمة من ورا هاد الشخصية خو عرقت وعييت غنمشي نتحم حلمة من ورا نمشي نطيب الفطار الشفار وداك الشي. قولي ليهم بسلامة سلام بسلامة غنسالي الفيديو باش نبدا الفيديو. السلام عليكم كدير لاباس بسلامة غنخلي ليكم خشيق انا ديالي في الصندوق على وصف القناة ديال يوسف. حلو قناة يوسف غنخلي لكم القناة ديال يوسف تحت هي تابوني.